يا هلا ومرحبا صديقاتي وأصدقائي لهذا الفيديو الجديد ومن سلسلة تعلم المقامات الموسيقية بحسب ما ترغبون حضراتكم. هذا الفيديو هو مخصص لمقام الريست، ومقام الريست هو من المقامات المهمة والأساسية، المقامات الأساسية الأربعة اللي تستقر على درجة الدو. إذن بعد الفاصل راح نشوف مقام الريست ونتكلم عنه ونعزفه وناخذ نماذج من عنده. إذن بعد الفاصل تفضلوا. هلا ومرحبا بكم أصدقائي، هذا كان أبسط أنواع التقسيم، وهو تقسيم يركز على درجات مقام الريست بشكل أساسي، يعني ما حاولت أسترسل كثير حتى أوضح درجات مقام الريست بأوضح وأسهل أنواع التقاسيم أو العزف الارتجالي على العود بمقام الريست. مقام الريست هو من المقامات الشرقية المهمة والرئيسية واللي تشعر بها بنغم شرقي أصيل واستقرار مهيب، وعليه أعمال موسيقية كثيرة، يعني ألفت ولحنت عليه الكثير من الأعمال الغنائية الموسيقية والأعمال الموسيقية المتجردة. وبما أنه مثل ما قلنا مقام الريست هو من المقامات الرئيسية والأساسية، إذن يتفرع منا العديد من المقامات المهمة والجميلة أيضا بجمال مقام الريست. لو نريد نشرح درجات مقام الريست اللي هو هذا، راح أعزفه بشكل مجرد. هذا هو مقام الريست اللي يتكون من دو ري مي كاربي مول فا صول لا سي كاربي مول دو، هذا صعودا. أما النزول فهو دو سي بي مول لا صول فا مي كاربي مول ري دو. وراح أذكر لكم أيضاً أسماء النغمات أو درجات نغمات مقام الريست بحسب التسميات الشرقية اللي هي ريست دوغا سيغا جارغا نوا حسيني أوج قردان. هاي كان صعوداً. النزول قردان عجم حسيني نوا جهرقا سيقا دوقا ريست. وإذا ردت أعطيكم جملة مثلا ما أطرب مقام الريست، يعني باعتبار أنه هو المقام طربي وشرقي بحت، فراح نغنيها هذه الجملة بالشكل الآتي، ربما تعلق في إذنكم وتساعدكم، إضافة إلى النماذج اللي راح أغنيها لكم من الأغاني اللي هي من مقام الريست اللي هو أطرب مقام الريست، ما أطرب مقام الريست، ما أطرب مقام الريست، ما أطرب مقام الريست.
ما أطرب مقام الريست، 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 ما أطرب مقام الريست. من الأغاني الجميلة اللي أنا شخصيا أحبها واللي فيها مقام الريست جدا واضح، يعني في مكان معين مقام الريست يكون واضح، هو أغنية على الله تعود على الله للأستاذ المرحوم وديع الصافي الله يرحمه، ويا من الحال الأستاذ الفنان الموسيقار الكبير فريد الأطرش الله يرحمه. نغني لكم مقام الريست، المدخل للأغنية اللي هو من مقام الريست. على الله تعود على الله، يا ضايع في ديار الله، على الله تعود على الله، يا ضايع في ديار الله، من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله، من بعدك انت يا غايب ما لي احباب غير الله، ما لي احباب غير الله. هذه أغنية الأولى اللي هي فيها مقام الريست، وأنا أغنيها يعني بدون أي تطريب وأي تحليات حتى يوصل لكم مفهوم مقام الريست وتأخذون نموذج ربما يعلق في إذنكم. النموذج الثاني هو أغنية يا دار دوري بينا للسيدة العظيمة فيروز الله يطول بعمرها. يا دار دوري بينا، ضلي دوري بينا، يا دار دوري بينا، ضلي دوري بينا، انسوا أساميكم ننسى أسامينا. النموذج الثالث هو أغنية للرائعة الراحلة الله يرحمها ذكرى، وهي أغنية وحياتي عندك، وهي أيضا من مقام الريست، من الأغاني المميزة، وأيضا مقام الريست واضح جدا وطاغي إحساس الريست في هذه الأغنية جدا. وحياتي عندك، لو كان لي عندك خاطر لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وإن كان بعدك شي متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك، ده أنا مش ممكن أبدا أقدر على الأشواق يوم لما تسافر. وحياتي عندك، وحياتي عندك. أصدقائي وصديقاتي، هذا كان مقام الريست، إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله يا رب تكون استفاديتوا، وأنا حاولت قدر الإمكان أن أغني بالتزام حتى لا تتشعب الأمور كثيرا، وحاولت حتى في أغنية ذكرى أن ما أعمل ارتجال، وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك، اللي هي فيها شيء من يذهب إلى الحجاز أو إحساس الحجاز، لكن أنا ركزت على الريست وحاولت أن ألتزم بالريست. شكرا جزيلا، وأتمنى يا رب أنه تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو واستمتعتوا. أشكركم وألقاكم في فيديو آخر، في أمان الله عيوني.